متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله صباحكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية لهذا اليوم. ترتفع درجات الحرارة اليوم بالمقارنة عن اليومين السابقين، وتصبح أعلى من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، وتكون تقريبا أو معدل درجة الحرارة الآن في العاصمة عمان ما بين 11 إلى 12 درجة مئوية، وتكون الدرجات الحرارة المتوقعة أن تسجل اليوم أعلى بعدة درجات. الأجواء تكون غالبا مشمسة كما سنلاحظ الآن في العاصمة عمان أو صافية، درجة الحرارة 17 درجة مئوية في ساعات النهار، رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة لكنها ربما تنشط أحيانا، نشاط هذه الرياح قد يزيد من الإحساس بالبرودة. يميل الطقس للدفء في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة. دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة العظمى لهذا اليوم والصغرى الليلة القادمة، ونبدأها شمالا من إربد، تكون على النحو التالي: 21 درجة مئوية في إربد نهارا، 8 درجات مئوية في ساعات الليل، 19 في جرش، عجلون 19 إلى 10، وتكون في المفرق من 18 إلى 6 درجات مئوية. انتقالا إلى المناطق الوسطى: عمان 17-8، البلقاء 19 إلى 11 درجة مئوية، في مأدبة 18 إلى 6 درجات، أجواء دافئة تقريبا في البحر الميت من 25 إلى 12 درجة مئوية، وتكون في الزرقاء من 18 إلى 6 درجات مئوية. انتقالا إلى المناطق الجنوبية للمملكة، نبدأها من الكرك 15 إلى 6، طفيلة 16-10، جبال الشرق 15 إلى 8، في معان من 16 إلى 5 درجات، وفي خليج العقبة ترتفع العظمى اليوم إلى 26 درجة مئوية في ساعات النهار، تنخفض ليلا إلى 14 درجة مئوية. في المناطق الشرقية من المملكة تكون في أرويشة 17 إلى 2، في الصفاوي من 18 إلى 3، وفي الأزرق من 19 إلى 4 درجات مئوية. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، دمتم بخير، إلى اللقاء.